أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما المقصود بالكف عما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ وهل معناه أننا لا نقرأ ما ذكر عنهم في كتب التاريخ؟ وجزاكم الله خيرا. الكف لا تدخل في الحكم عليهم، تخطي بعضهم وتصوب بعضهم، بل تكف عن ذلك. أما قراءة التاريخ من أجل الترضي عنهم والاعتذار لهم ومعرفة فضلهم ومكانتهم، فهذا أمر مطلوب. لماذا تقرأ ما شجر بينهم وما حصل من الاختلاف ولا تقرأ مناقبهم وفضائلهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم، فلا تقرأ الحروب اللي بينهم أو جرت بينهم فقط، وإنما تقرأ فضائلهم ومناقبهم وما لهم من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. لا تقتصر على قراءة التاريخ فيما جرى بينهم، بل اقرأ أيضا فضائلهم ومناقبهم وما عند الله لهم من الكرامة حتى تعذرهم فيما وقع منهم. نعم.